إذن مشاهدينا نحن الآن في ساحة القصر أو باحة القصر المطل على هذا المنظر الجميل. أستاذ جبالي، أكيد هذه الساحة وهذه الهندسة اللي رانا نشوف فيها خارج هذا القصر عندها حكاية. نعم بالضبط، فالساحة التي نسميها الآن الساحة العمراء الحمراء هي في الأصل كانت بطارية دفاعية، حيث بنيت سنة 1576 بأمر من رمضان باشا، والذي شيدها هو الرئيس ومن أفخم وأشهر الرياس التي عرفتهم البحرية الجزائرية أنذاك، وهو الرئيس مامي أغرناوط، وكانوا بها 4 مدافع موجهة نحو البحر لحماية مدينة الجزائر من الجهة الشمالية الغربية. نعم.